وبالنظر إلى معدلات المواليد يا أستاذ محمد في ليبيا، نلاحظ أن فترة السبعينات كانت من أعلى المعدلات زي ما ذكر الدكتور، يعني 46 في الألف، 48 في الألف، 76 كانت 47 في الألف، عند غاية سنة 92. في سنة 92 حصل توقف، مش توقف، صار فيه انخفاض قريب للضعف. نعم. يعني للمواليد. نعم. بالنسبة للمواليد كانت 44 في الألف، في 92 42 في الألف، في 94 انخفضت 23 في الألف. يعني والانخفاض هذا طبعا كان سببه معدلات الزواج. معدلات الزواج في ليبيا كانت 8 في الألف، 10 في الألف، في سنة التسعينات وصلت لعند 4 في الألف. فانخفاض المواليد له عدة أسباب. فنحن كنا في ليبيا في مرحلة السبعينات، مرحلة الثمانينات من أعلى المعدلات المواليد في العالم. نعم. ولكن في الفترة الأخيرة من التسعين، من التسعينات وحتى الوقت الحالي، أصبحت المواليد في انخفاض. يعني نحن الآن حاليا في 2022 كان معدل المواليد الخام 35 في الألف، يعني انخفضت عند 20 في الألف في 92، ثم زادت في فترة 2010 2012، حاليا في 2022 2022 بدأت ترجع. فشنو صاير معدلات المواليد عندنا في ليبيا؟ نعم. كان في السبعينات الثمانينات مرتفعة، انخفضت في التسعينات، طلعت ثم زيادة الآن في فترة 2010 عند حال الوقت الحالي في تزايد. يعني معدل المواليد أو أعداد المواليد بدل المعدل، أعداد مطلقة، كل سنة في ليبيا 235 ألف مولود. يعني هذا الرقم الطبيعي. طب كم قبل حالة والوفيات؟ الوفيات حوالي 35 ألف وحالة وفاة، وبالتالي الزيادة الطبيعية حتكون 200 ألف، مش 700 ألف. يعني نحن 200 ألف شخص، يعني نعم أنا فاهم عليك بالمقياس النمو، يعني 250 ألف في المواليد تقابلها 35 ألف دكتور. كل سنة 250 مواليد، نحن 235 ألف مولود، 235 ألف مولود أعداد المواليد. أعداد الوفيات حوالي 36-37 ألف، 36-37، يعني نحن 36-37 ألف. قصة الأرقام الآن الفرق بيناتهم ان نحكوا على معدل 700 ألف، هذا معدل خرافي دكتور، فضائي هذا الرقم. لا خرافي، لا هذا خرافي. طيب